وزارة المالية تسير بخطوات راسخة في مسيرة الابتكار لبناء مستقبل رقمي أكثر تطوراً في دولة الإمارات. تبنت الوزارة أحدث الأنظمة والابتكارات المالية للارتقاء بأداء القطاع المالي للحكومة الاتحادية وتقديم تجربة رقمية استثنائية، فأطلقت تطبيق الوزارة المحدث لإتاحة الوصول إلى خدمات ومبادرات الوزارة والبيانات المفتوحة بسهولة قصوى. مشروع أتمتة الإجراءات يهدف إلى أتمتة إجراءات العمل وضمان سرعة الإنجاز والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي. مشروع بحيرة البيانات يدمج ويوحد البيانات المالية والتشغيلية للأنظمة الداخلية والخارجية لتكون قاعدة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز التحول الرقمي. أدوات التقاط حزم البيانات المارة بالشبكات تعمل على رصد وتحليل الهجمات الإلكترونية ومنع محاولات اختراق الأنظمة. مركز البيانات المحدد بالبرمجيات يطبق تقنيات السحابة الإلكترونية لدعم المرونة القصوى في توفير متطلبات البنية التحتية وتعزيز كفاءة استمرارية الأعمال وضمان الاستخدام الأمثل للأصول. حلول حماية نقاط النهاية تقوم برصد وحماية أجهزة المستخدمين من مجموعة متنوعة من الهجمات والقرصنة الإلكترونية. وزارة المالية تواصل مسيرة التحول الرقمي نحو آفاق جديدة من الابتكار.